شايف الجدل المنتشر على السوشيال ميديا حوالين خدمة الزوجة لزوجها ازاي؟ من الطبيعي ان هم يحلوا مشاكلهم ويساعدوا بعض، فده عادي، مش يعني الوضع مش وحش، يعني مش عيب الراجل يساعد زوجته. الحياه صعبه جدا جدا جدا، وبيعانوا كتير دلوقتي، واصبحت بقت مشكله رئيسيه حقيقيه. انا شايفه ان الراجل لما يساعد الست دي حاجه كويسه جدا، ما فيهاش حاجه، كله لازم يخدم بعضه ويساعد عشان الاسره ما تتفككش. يكون الزوج يساعد زوجته في عمل البيت، ده 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 امر ليه اصل في الشرع. والله انا ما بسميهاش خدمه، انا بسميها تعاون ما بين الطرفين. لو خدمة الزوجة مش فرض، مين يخدم الزوج لو مش قادر يجيب خدامة؟ يخدمها هو طبعا. مين هيحس بمراته غير هو؟ المفروض زوجته، مراته يعني، لأن هو يعني هي مراته، يعني المفروض تخدمه. أكيد طبعا الزوجة لازم، فيش اللي هي طبعا. الحياة مشاركة ما بين الطرفين، لو هو مقدرته يجيب خدامة تمام، لو مش مقدرته هي أكيد عارفة الكلام ده. فرض على الزوجة من قبل أي حاجة زي ما بتخدم والدها. يعني أكيد ما فيش حد تاني يخدم الزوج. هو المفروض يعني هو هي الام بلاش. هل الخلافات الزوجيه حوالين الموضوع ده سبب في زياده حالات الطلاق؟ طالما احنا راعينا ربنا في بعض، احنا الاثنين واتقينا الله في بيتنا وفي اهلنا وفي عيالنا الجايين، اكيد طبعا مش هيحصل ايه، مش هيحصل طلاق. لازم يكون في تفاهم، في احساس بين الطرفين، لازم يكون في تعاطف بيناتهم. زي ما بنسال الزوجه السكن والموده والرحمه، برضه هي بتسالنا السكن والموده والرحمه. لو الزوجه فاضيه وعندها وقت وعندها القدره الكافيه ان هي تساعد زوجها بكل الامكانيات مفيش مشكله، لكن لو كانت مثلا شغاله ولا حاجه او من الكلام ده كله بتساعد معاه، مفيش مشكله ان الزوج ممكن يساعد معاه في حاجه لو كان عنده وقت ان هو يساعد. لازم يكون في تعاون، تمام، هو في لازم يكون في حب في اي حاجه ما بين انا وهي مع بعضينا، ما نطلعش حسرنا بره.